برحب بحضراتكم مرة أخرى. بالتأكيد عندنا في كل بيت، لو ما كانش كل بيت هيبقى كل عيلة، خلينا تبقى بشكل أوسع، كل عيلة في طالب في الثانوية العامة. يعني عندنا الكابوس ده موجود في كل عيلة، سواء ما كان ابن خالتك بقى، ابن عمتك، جارك، ابنك، وهكذا. يعني 593 ألف طالب بيأدوا السنة دي امتحانات الثانوية العامة في 1642 لجنة على مستوى الجمهورية. يعني بنتكلم في رقم مهول، أيام قليلة قوي، والحمد لله نقول ربنا يكرم كده والكابوس ده هيعدي خلاص. يعني احنا بنتكلم النهاردة باين عندهم ديناميكا، يوم الخميس في استاتيكا، ايه تاني، السبت هيخلصوا بقى إحصاء وتربية وطنية ويخلص الكابوس. بعدها بقى تبتدي مرحلة اللي كل الناس بتبقى ايدها على قلبها، اللي هي التصحيح. مستنيين بقى التصحيح ونشوف بقى البيانات بتاعت الوزارة، وربنا يسهل ان شاء الله وتبقى كل المؤشرات جيدة، بتبقى في يعني معدلات معقولة على الأقل، والكنترولات بقى والحاجات اللي احنا كلنا عشنا المرحلة دي. كانت مرحلة من أصعب المراحل أعتقد، أنا الواحد بس وهو بيتكلم عنها بيسترجعها بكل ما فيها من خير طبعا ومش خير الحقيقة. المهم عن حصاد بقى الامتحانات، ايه ابرز المشاكل اللي قابلناها؟ هل السنه دي فعلا احنا نجحنا او نجحت الوزاره انها تمنع الغش؟ هل فعلا كان بيتسرب من ان لاخر على مواقع الغش الالكتروني اللي هي شاومينج وغيرها؟ هل فعلا ده كان كلام فاضي ولا فعلا نجح الى حد ما في ان يبقى يتسرب بعض الامتحانات؟ هل القانون كمان اللي صدر مؤخرا او التعديل في القانون بتاع الردع في اي وسائل بقى خاصه بالغش، انها يوصل لدرجه يعني الغرامه متهيألي من 100 ل 200 الف جنيه والسجن من سنتين لسبعه؟ يعني عندنا العديد من المواضيع هنحاول نطرحها النهارده مع حضراتكم. كل بيت واسره مصريه فيها ثانويه عامه يقعد يتابعنا. معانا ضيفنا بيشرفنا في الاستوديو، الاستاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم. اهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا بك يا استاذه، صباح الخير. خلينا نبتدي بقى من اخر حاجه، وزاره التربيه والتعليم اللي هو اعلنت ان في تغيير او صدور قانون رقم 73/2017 خاص بتعديل بعض البنود، خاص بقانون 101 لسنه 2015 في اعمال الغش. تغليظ عقوبات، تغيير الى حد كبير في العقوبات، يعني بقى في غرامه من 100 ل 200 الف جنيه، السجن يصل بين لسبع سنوات بس المده لا تقل عن سنتين. هل ينجح هذا القانون فعلا ان هو يمنع بقى ظاهره الغش اللي احنا بنشوفها وبنبقى خايفين وعاطين ايدنا عليها من سنه لاخرى؟ هو ده حضرتك استكمال لمجموعه التشريعات والضوابط اللي بدات وزاره التربيه والتعليم تعملها لضبط عمليه الامتحانات في الثانويه العامه. كان في عقوبات قبل كده لكن كانت اقل، لكن بعد ما حدث السنه اللي فاتت بالتحديد ووجود تسرب لامتحانات الثانويه العامه من العاملين داخل الغرفه السريه التابعه لوزاره التربيه والتعليم، او ليتم فيها طبع امتحانات الثانويه العامه، ولا بناء عليها تم نقل امتحانات الثانويه العامه لجهات سياديه لتولي هي عمليه طبعه. فتب اللي ياخد الامتحانات على فلاشه ده من الغرفه السريه عشان يبدا يوزعها او يشيرها او يبوظ نظام الامتحان بكامله، هل اعاقبه زي الطالب اللي بيحاول يغش من جنبه او ادخل جهاز المحمول بالمخالفه داخل اللجنه، او ان هو حاول يسرب بعض الاسئله اللي هو بيمتحنها من خلال سماعات البلوتوث والموبايل يرسل ويستقبل؟ طبعا تغليظ العقوبه بيبدا من مثلا مبلغ معين لحد ما يوصل 200 ألف جنيه بالنسبة للغرامة. طب اللي ارتكب جريمة غش أو تسريب على حسب طبيعة الجريمة إلى أن تصل إلى 7 سنين سجن، اللي هو يضر بمستوى الامتحانات على مستوى الجمهورية ككل. إنما هو التشريع ده اتأخر، المفروض كان يبدا ده ما قبل بدايه امتحانات الثانويه العامه وكان معد بالزبط. لكن اتاخر، ومع ذلك الحمد لله بس عنده صدور المفروض ان هو هيتطبق. يعني النهارده مثلا الميكانيكا الديناميك اللي عندهم ده متطبق على القانون، يطبق ده عند صدور التشريع، انما لا يطبق باثر راجع الى اي لا 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 يطبق لكن بالضبط. من النهارده هو تم بالضبط تطبيق. بالضبط. لكن في جميع الاحوال الحمد لله السنه دي ولأول مرة على مدى عشرات السنين الماضية، مش هقول الثلاث أربع سنين اللي فاتوا اللي هو كان وصل عملية
غش في الامتحانات الثانويه العامه الى ذروته من خلال استخدام المحمول وتسريب طبعا. الامتحانات وشاومنج وغيره وغيره لدرجه السنه اللي فاتت على سبيل المثال ما حدث فيها من تسريب امتحانات طوال الامتحانات كلها وفي معظم المواد اشعر الاسره المصريه والطالب في الثانويه العامه بالاحباط الشديد جدا طبعًا. وجعل الكثيرين منهم ان هم يشعروا المتميزين يشعروا بالاحباط لان طب التميز بتاعه ده هو ممكن واحد يغش ويجيب درجات قد تكون اعلى منه من خلال الغش وتسريب الامتحانات ويلتحق بكليه افضل من الكليه بتاعه الطالب المجيد. وافكر حضرتك والساده المشاهدين السنه اللي فاتت حتى رئيس الدوله ذاته قال بدءا من العام القادم اللي هو السنه دي بالزبط. لن تكون هناك تسريبات او غش في الثانويه العامه وقد حدث وقد حدث من خلال نموذج ما يطلق عليه نموذج البوكلت او الكراسه الامتحانيه. فكرتها بسيطه وإن كانت هي بتطبق قبل كده في الشهادات الأجنبية اللي هي زي الاي جي والأمريكان دبلوم إن أنا أعمل مجموعة أسئلة كتيرة في المنهج ككل كان مقترح ان توصل 50 60 سؤال في الماده انما حاول ان هم لو طريقه الايس كيو او طريقه الاختيار اكتر الاختيار. وبعيدا عن الاعتماد على اسئله المقال بالضبط وحتى لو كان في اسئله مقال ومطلوب اجابه عليها يبقى في حدود 10 تسطر 12 سطر المهم اعبر عن الفكره اللي انا عايزها. طب حضرتك الاجابه تبقى فين؟ في نفس الكراسه الامتحانيه اللي موجوده. اذا الكراسه بتشمل الاسئله والإجابة في نفس الوقت وبحدد للطالب مساحة قد تزيد عن 50% من المساحة التي يجب أن يجاب عليها على السؤال عشان يبقى نوع بالزبط. من يعني البراح بالتعبير الدارج يعني للطالب واحد غلط فهيشطب ما يقولش بقى أصل ما فيش مكان لا أنا هدي لك مساحة أكتر من اللي تستحق الإجابة يعني. فطبعا فكرة أن يكون 20 30 سؤال عندي بتتيح للممتحن ان هو يحط الاسئله للطالب من اول صفحه في الكتاب لاخر صفحه طبعا. اذن هنا ببعده تماما عن فكره بقى التنشين او الحفظ والتلقين اللي بتقوم به الدروس الخصوصيه. انما اذا الطالب ملم بالمنهج ككل يبقى انا ممكن اول صفحه اساله سؤال ثاني صفحه ثالث صفحه وكذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك بالنسبه لتوزيع الدرجات النظام السابق اما بيجي الطالب قدامه في الماده الواحده اربع او خمس اسئله كل سؤال عليه 10 15 درجه مثلا. ماذا لو لم يتمكن الطالب ان هو يلاقي مفتاح سؤال معين بالكامل؟ ضاع السؤال كله طبعا. ضاع مستقبله بقى لانه ده بيدور في الثانويه العامه على نص درجه طبعا. ما بال حضرتك اما يضيع عنده درجات كثيره. في النظام الجديد اما يضيع مني سؤال ممكن يضيع درجة أو درجة ونص بالزبط. دي ميزة. الميزة الثالثة بقى حضرتك في عملية التصحيح اللي حضرتك أشرت إليها في المقدمة احتمالية إن المصحح قد يقدر تقدير مش مضبوط في تقدير الإجابة أو فيها نوع من الهوى أو دي مش واردة ليه؟ لأن حضرتك لما بكتب سؤال وبدي ثلاث إجابات أنت تختاري واحد من الثلاثة إذا بيتعلم على بالظبط يبقى خلاص هي دي ما فيهاش مجال. وعشان كده أنا متوقع بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة كنا بنشوف سيل من التظلمات من الطلاب لسوء لاعتقادهم ان هناك سوء في تقدير الدرجات في امتحانات الثانويه العامه مجرد تنتهي الامتحانات على طول او تعلن النتيجه يعني. هنا المره دي مش هيحصل كده هتقل عمليه التظلمات. ليه؟ لان هتبقى كانها زي ما يكون واحد زائد واحد يساوي اثنين ما فيش فيها مجال للتقدير الجزافي من قبل المصحح وبالتالي ضمان ان الطالب ياخد الدرجه بتاعته. الميزه الرابعه بقى حضرتك ان احنا ما عدناش هنشوف المجاميع الفلكيه الرهيبه 99 و9 من 10 و9 من 10 و100 و3 من 10 والكلام اللي احنا بنسمعه. ليه؟ لان مع كثره الاسئله وخلافه وعدم التقدير الجزافي لبعض الاجابات مش هتوصلنا للنسبه دي وبالتالي الهرم شويه هيتعدل بدل ما تبقى الشريحه اللي حاصله على مجاميع عاليه قوي تكاد تكون هي اكبر شريحه في نتائج الثانويه العامه. الموقف هيختلف السنه دي شويه ويمكن النجاح اللي حقق هذا العام
اتاح للمشرف العام على امتحانات الثانويه العامه الدكتور رضا حجازي ان يعلن ان بدءا من العام القادم والاعوام هنطبق النظام ده وهنتوسع فيه، وقد يتم امتداده الى بقيه الشهادات الاخرى ما دام قد نجح نجاحا كبيرا بالنسبه لامتحانات الثانويه العامه. الميزه الاضافيه التي يعني عايزين بس نوضح نقطه عشان برضو الناس ما تتوهش قوي منها، يعني احنا بنتكلم البوكليت مش نظام، او يعني كان كل الناس بتقول ايه تغيير في موضوع البوكليت ده، ان هو فقط ان الاجابه والاسئله في نفس، لكن ده اسلوب وضع الامتحان نفسه بالضبط مختلف مختلف تماما. ليه برضو حضرتك اما اجي مثلا داخل اللجنه الواحده، اما اجي احط اسئله مثلا اللجنه فيها اربع صفوف، كل صف بيتسلم اسئله بترتيب معين، هي الاسئله واحده لجميع لكن الطلاب ترتيبها مختلف عشان ما يبقاش الاجابات بتاعتها. انا دلوقتي قاعد في الصف الثاني وعايز اسال حضرتك في جنبي بالزبط. على سؤال رقم 15، سؤال رقم 15 عندي غير اللي عندي، غير اللي عندي خالص، وبالتالي هنضيع وقتنا احنا الاثنين وهضيع وقتي في عمليه الاجابه، بالتالي مش هفكر في عمليه الغش. طيب دلوقتي لو تمكن طالب او طالبه بشكل او باخر بان هو يسرب جهاز المحمول بالمخالفه ولم يضبط، وتمكن من تصوير سؤال او سؤال، هيصور صفحه، الصفحه فيها ايه؟ سؤال اثنين ثلاثه، غير الاول كان بيصور صفحه فيها الامتحان فيها كل الاسئله. انما يكون عندي 40 سؤال، لا يمكن ما اضيع انا وقتي في التصوير ولم يتم ضبطي، هضيع وقتي وبالتالي مش هستفيد بالتلقي لاي معلومه من الخارج. ومع ذلك كانت الاجراءات السنه دي مشدده جدا، من يضبط معه جهاز محمول. طب بمناسبه الجهاز المحمول وبرده القانون الجديد، خلينا ناخد جزء منه، ان هو هبت الوزاره بجميع المشاركين في اعمال الامتحانات عدم حيازه اجهزه هواتف محموله او غيرها من اي بقى وسائل الاتصال. ده المراقبين نفسهم، ده سؤالي بقى، مش الطلبه فقط، لا ده كل العاملين في اللي موجودين في مكان الامتحان معهمش اجهزه. ده لدرجه حضرتك العمال اللي موجودين في مدرسه معينه لا يمكن تواجدهم هم اثناء الامتحانات في نفس المدرسه بتاعتهم، لينقلوا ويجوا عمال تاني حتى لا يكون هناك نوع من التواصل ما بين الطلاب وبين هؤلاء العمال، ممكن ياخدوا منهم اجهزه محمول وكانوا بيخبوها لهم في دورات المياه عشان يجي يطلع يستاذن الطالب ان هو يروح الحمام ويروح يجيب الجهاز المحمول ويتصل. كانت اساليب كثيره بتتخذ في عمليه الغش بطريق المحمول. ومع ذلك الذي يضبط معه جهاز محمول عند دخول اللجنه سواء استخدمه أو لم يستخدمه يحرم الامتحان، بيحرم الامتحان. ليه؟ أنت داخل محاولة الغش، نية الغش على طول بالزبط. أنا بقول لك ممنوع منعا باتا دخول جهاز محمول. طيب خلينا نخرج لفاصل بقى ونرجع نكمل مع طلبة الثانوية العامة دلوقتي مرة ثانية. أي حد عنده حد في الثانوية العامة يقعد يتابع، عشان أعتقد إن الكلام النهاردة هيكون مهم بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة عندنا ناس كتير بعتتنا على موضوع الثانوية العامة، لكن خلينا نبتدي من يعني بلاش خلي موضوع الانتحار ده في الآخر والأسئلة الصعبة دي في الآخر، خلينا نبتدي مرة تانية مع موضوع الغش. كان في برضو احنا قلنا طبعا السنة دي يعني جاحد اللي ما يقولش ان في طبعا بالظبط انه ما حصلش، يعني كان عندها تحدي كبير جدا جدا وزارة التربية والتعليم واثبتت جدارتها فيه، ما فيش حالات بالظبط ما فيش حالات غش، لكن في نفس الوقت برضو شاومين كان يعني بيحوم من ان لاخر، يعني بيطلع علينا في فترة من فترة اول امتحان اللغة العربية قال ان انا تم التسريب في اجهزه بالفعل، يعني خلينا في امتحان معين بالفعل حصل منه تسريب، بس تسريب صفحه واحده على ما اعتقد، كان امتحان الكيمياء، امتحان الكيمياء وعلم النفس، وقال ان هيحصل عمليه يعني تحقيق في الواقع وكده، لكن بالفعل تم ساعتها التسريب. عايزين نعرف قد ايه حصل فعلا عمليات وقد ايه فعلا كانت مجرد اشاعات وكلام من شاومي. لا يا استاذه اسماء، هو في حاجتين اتنين. اولا شاومينج او الذين يحاولون ان يستغلوا عمليه الغش ده او تسريب امتحانات الثانويه العامه لهز ثقه المواطن المصري والطالب في الامتحانات وافساد المنظومه التعليميه، ده افساد يعني. حاولوا السنه دي بان هم يحطوا اسئله اتضح تماما لا علاقه لها بامتحانات الثانويه العامه، عشان احساس ان برضو هم نجحوا في ان هم ينزلوا حاجه، اتضح انها غير صحيحه على الاطلاق. لكن
هناك بعض الحالات البسيطة جدا اللي تمكن الطالب زي ما حضرتك أشرت من تصوير صفحة فيها سؤالين. في الحالة دي تم ضبط الحالة بعد حوالي 15 دقيقة. تقولي لي ازاي اتعرف بعد 15 دقيقة؟ وده في تعاون ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية، الأجهزة كلها. الكراسة الامتحانية عليها باركود معين الطالب ما ياخدش باله منه، وبالتالي لما بيجي يصور الصفحة فبيبدأ ساعة ما تنزل على الفيسبوك وخلافه معروف الباركود بديا في اللجنة الفلانية الطالب الفلاني بعد 15 دقيقة فقط، وبالتالي اما تكررت مرة واثنين وثلاثة عملية ضبط الحالات بدأ كل بقى يخاف ان هو هيتمسك. دي حاجة. الحاجة الثانية، هناك عدد من رؤساء اللجان الرؤساء اللي جان على مستوى الجمهورية ثبت بالدليل القاطع لدى الوزارة انهم نوع من التساهل، واذا كان يعني ممكن يسمح لي انا اقول من التسيب في انهم يسهلوا للطلبة انهم يخشوا دون تفتيش باجهزة المحمول. هؤلاء رؤساء اللجان تم ابعادهم تماما وتعيين رؤساء لجان اخرين وحرمانهم من ان هم يراقبوا او يتولوا رئاسه لجان في امتحانات الثانويه العامه، وهيجرى تحقيق معاهم تماما. ده اهم حاجه بقى، ده كان سؤالي ان لازم هيبقى في تحقيق معاهم تماما وهيحرموا تماما من اي امتحانات الثانويه العامه. اذا لما يكون النظام عندي وبيطبق لاول مره السنه دي بهذا الشكل وينجح، قولي حضرتك لو بنسبة 98% يبقى قمة النجاح طبعا، خاصة انها اول تجربة لنا في هذا المجال. نمرة اتنين بقى، الطالب هياخد حقه على كل اجابة اجابها. وعشان كده بقيت الايام اللي جاية المواد المتبقية لحد يوم 24 بكرر نصايحي لابنائنا الطلاب مرة تانية عند الاجابة بنظام البوكلت ده، وانت بتجاوب جاوب على السؤال اللي تعرفه وانت ماشي على طول، اللي ما تعرفوش عديه لحد ما تخلص وارجع تاني بعد كده. بس كثره الاسئله كثره الاسئله هتخليك لو وقفت عند سؤال معين ممكن الوقت يفوت منك وتفقد درجات كتير. طيب احنا كنا برضو بنعاني كل سنه من ظاهره الغش الجماعي في بعض اللجان، وخصوصا اسمح لي بقى اللجان اللي بتبقى في الاقاليم اللي بتبقى في الاطراف، فبنلاقي ان في ناس بيتم يعني بتقدم اوراق علشان تنقل ورقها تروح تمتحن في هذه اللجان. بس ده كان زمان. كان زمان طبعا ده. يمكن كان ايامي معلش انا قديمه شويه. بس برضو لا، الى حد قريب كان في حكايه الغش الجماعي، كنا بنسمع المواضيع دي ونلاقي في اللجنه الواحده اتنين نفس الارقام بنفس الاجابات ب 103.4% والكلام الحاجات اللي احنا كنا بنسمعها. حالات الغش الجماعي في حالات اتمسكت السنة دي، أو نقدر نقول في مؤشرات ظهرت تشابه أوراق في الإجابة، في حالات غش جماعي تم الإبلاغ عنها أو ما شابه؟ أضيف لحضرتك بقى بالنسبة لمظاهر الغش الجماعي اللي كانت بتتعمل قبل كده، وعشان كده بقول لحضرتك إن ده قضى على ظاهرة الغش اللي كانت مستمرة عندنا ما بين 30-40 سنة. كان هناك لجان بقى، مش إن أنا أسهل إن حد يخش داخل لجنة ويغش، بيملوا الإجابة ده بالميكروفونات من بره، بالميكروفون إجابة السؤال الفلاني. مجرد إن ورقة تطلع من اللجنة تترمى بره وتتصور وترجع تاني، يبقى اللي ماسك الورقة بالميكروفون يجاوب للطلبة كلها كل المدرسة على وبتاع. ضعف الرقابة الأمنية والتواجد الأمني كان بيتيح للأسف نجاح مثل هذه العمليات، لدرجة أفكر حضرتك في سنة من السنوات الدكتور حسين كامل بهاء الدين رحمة الله عليه وزير التربية والتعليم في لجنة الحسينية لغى امتحانات اللجان كلها في هذه المنطقة بسبب ظاهرة الغش الجماعي بالميكروفونات. السنة دي نظرا للتعاون المستمر ما بين التربية والتعليم وبين الداخلية وبين الاتصالات وبين القوات المسلحة وخلافه بدأ يضبط الأمور بشكل انه يقول برضه بنسبة 98% او 99% السنة دي. التساهل من بعض رؤساء اللجان ده اللي تم اكتشافه وتم وقفهم تماما عن استمرارهم في العمل واستبدالهم برؤساء لجان اخرين، لان برضه النفس البشريه اماره بالسوء. لكن في مؤشرات التصحيح وكده ما ظهرش اي نوع من التشابه، ما شفناش اي حاجه كده. لا لا حتى الان، لان صعب ان ليه ما يصعب ان انا مع اللجان بعمل نوع من الاجابه المتشابهه، زائد لو انا هفترض ان انا بالميكروفون من بره
انا بجاوب على السؤال الاول، السؤال الاول لاي مجموعه بالظبط، ما هو السؤال الاول للمجموعه هنا دي غير السؤال الاول هنا، غير السؤال الاول هنا، هو الثالث هنا، هو الخامس هنا، مش هينفع. فاذا ظاهره الغش الجماعي انحصرت طبعا بنسبه كبيره جدا، هي بس بعض التساهل الذي حدث من قبل رؤساء اللجان، وده تم استبعادهم تماما واستبدالهم بانما حدث في بعض اللجان بس في اضيق الحدود. طيب صعوبه الامتحانات بقى، يعني كان في ناس بتقول الامتحانات كلها، وحتى كان طبعا سياده الوزير قال قبل اكتر من تصريح ان امتحانات السنه دي هتكون سهله مباشره، اي في مستوى الطالب المتوسط، اي نعم طبعا لازم يبقى في امتحان للطالب المتميز عشان يبقى في فارق، لكن هتبقى في مستوى الطالب المتوسط. لكن شفنا في بعض المواد الحقيقه الناس كانت طالعه، يعني حضرتك طبعا ادرى، لكن كان في حالات انتحار، من يعني سمعنا 6 حالات على ما اعتقد، حالات انتحار علشان مره امتحان الجبر، يعني لا يعني عجبني جدا ضحيه امتحان الفيزياء، يعني هي ماده الفيزياء دايما بتعود الطلاب السنه لا ده الفيزياء والجبر ويمكن الكيمياء برضه والانجليزي والفرنساوي. شوف اقول لحضرتك يا استاذ اسمع عشان بس نكون منطقيين، واحنا انا وانت مرينا بامتحانات الثانويه العامه، كانت ايام طبعا بالنسبه لنا كانت يعني مشكله المشاكل. احنا تعودنا يمكن في السنوات الاخيره مع المجاميع الفلكيه بقى اللي انا وانت ما حضرناهاش، كان مجاميع لا انا ما حضرتش الكلام يعني ده. اللي كان يجيب 85% بقى يعني ممتاز يعني، انما هدور على الواقع الحالي، اللي يجيب اقل من 95% بالنسبه له ميتا ميتا في الاسره، كانه سائط، يقول لك ده لو كان سقط احسن لانه ما يقدرش يخش مع الكليات القمه وخلافها، اصبح ده ثقافه مجتمعيه ان لابد يجيب 99 و98% وخلاف، او بمعنى اصح يخش الامتحان يقفل الامتحان، يقفل الامتحان ده يبقى خطا في من وضع الامتحان وخطا في عمليه التقييم بالنسبه للاجابات، وده امتحان لا يتفق مع اي معايير عالميه بالنسبه للامتحانات، لان المفروض الامتحان بالنسبة للنتائج بتاعته، نتائج في النهاية للشهادة، لابد تظهر بنظام الهرم المقلوء المعدول، يعني المتميزين جدا 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 هم يحصلوا على درجات عالية كمان مش الدرجات النهائية. احنا عندنا دلوقتي الهرم مقلوب، 80% من طلاب الثانوية العامة جايبين أكثر من 90%، 80% والباقي بيبقى اقل من ذلك، وده خطا كبير جدا. انما ما يكون في اسئله صعبه تقيس قدره الطالب المتميز، ودي طبقا للمقاييس العالميه يجب ان الاسئله ما بين من 10 الى 15% من اجمالي الاسئله، فالطالب المتوسط او الضعيف، هخليني في المتوسط، اذا دخل الامتحان ولم يجب على سؤال من دول يبدا يخرجوا بيبكوا بيحسين ان هم ضاع منهم درجات كتير، ده ليس علامه على صعوبه الامتحان، لكن لان هذا الطالب غير مؤهل على الاجابه او تعود او تاهل نفسيا ان هو لازم ادخل اقفل الامتحان بالكامل، فلو ده ما حصلش يبقى في هفترض انا كولي امر، بس لو انا فاهم صح، هفترض ان الطلبة كلهم دخلوا امتحان الثانوية العامة وجاوب على كل الاسئلة، تبقى كارثة طبعا، هيدخلوا بقول لحضرتك تبقى كارثة، هيدخلوا الجامعات بعد كده ازاي، هيبقى اوزع اعرف معايير التقييم ازاي بالظبط، اعرف الطالب المتميز من مش متميز ازاي، واوزعهم على الكليات ازاي. انت عارف حضرتك دي اصبح عمل عقدة عندنا في الشعب المصري كله، واعتقد كل طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم بسبب المجاميع الفلكية اللي كانوا بيحصلوا عليها، نظرا لان نظام الامتحان بيقيس قدرة الطالب، ده غير السنة دي، السنوات الماضية، على الحفظ والتلقين بهذا الشكل، بالزبط. اعتقدنا ان اولادنا عبقرة، لانه اللي ده جايب 99 ده جايب 101% ازاي جايب 98% ما يقدرش يخش طب؟ هو عنده حق من ناحيه الشكل، انما عشان تعرفي حضرتك النتيجه الحقيقيه، ان هذا المجموع الفلكي بيجعل كثير من الطلاب اولياء الامور يلتحقوا بكليات ليست على هواهم وليست على رغبتهم، استخسارا او ليسوا مؤهلين ليها من خالص، ما هو اللي مش على رغبتهم واستخسارا في المجموع، في المجموع فيجي يخش كليه الطب مثلا على سبيل المثال، وهو لا راغب الطب ولا كان في ذهنه الطب بالظبط، بس جاب مجموع الطب فخساره، فهم ضغط من الاهل وضغط من الاصدقاء واعتقادا منه، لا ده جاب 99% بده يخش طب، 25% طبقا للدراسات العلميه اللي اتعملت اكثر من سنه،
25% من الملتحقين بكليات القمه بيسقطوا اول سنه. لا لو احنا بيسقطوا ليه بقى؟ ده انت واخد حضرتك اعلى مجموع في جمهوريه مصر العربيه، لانه دخل كليه الطب وهو غير مؤهل وغير راغب في دراستها، لكن دخل استخسارا للمجموع. طب اخيرا بقى وبشكل سريع علشان وقتنا، التصحيح بقى امتى؟ هنلاقي النتائج هنلاقيها امتى على الابواب عشان نطمن بقى؟ لا التصحيح بدا من اول يوم. ما هو بدا ده اللي هو العينات علشان يطلع لا التصحيح الكلي كامل، لانه على طول بيبدا يشتغل. ومن المتوقع ان تنتهي امتحان التصحيح على يوم 20 يوليو القادم. يا قلبي ده انا قلبي وجعني عشان وتعلن النتائج حوالي يوم 25. لكن دلوقتي مع التنسيق الالكتروني ما اصبحش احنا قلقانين بتاخر اعلان النتيجه. ما فيش اي مجال لتدخل في التصحيح ولا في كنترول ولا في نطمن الناس تماما. التصحيح تماماً. السنه دي بقول لحضرتك عشان كده لو تظلم طالب هيبقى بسهوله، لو له حق هيكتشف درجه او درجتين هيحاسب المصحح والمراجع. ليه؟ لان انا قدامي نموذج اجابه على السؤال واضح وسهل لا يقبل الخطا. فهو لما انا ادي تقديم خطا على السؤال انا لو حسب ده اهمال عندي بقى. بالضبط. بالتاكيد. جزيل الشكر للاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم، شرفتنا. شكرا. وبالتاكيد افدتنا، ويعني أشكرك. وربنا يكون بقى في عون كل اهالينا، اهالي اي طالب عن ثانويه عامه. عايزين ناكد بس على حاجه، الثانويه العامه احنا دايما واحنا اتربينا في البيت سنه مصريه. لا يا جماعه، هي مش سنه مصريه، نفسي الناس تعرف ده، مش سنه مصريه خالص. وممكن معلش محدش يوفق فيها، بيبقى مستقبله مختلف تماما جدا عن واحد جاب 100% زي اللي احنا كنا بنحكي فيه الحلقه. مش سنه مصريه ولا حاجه، سنه زي كل سنه. نركز ونذاكر ونعمل اللي علينا، بس ما نقعدش فوق دماغ ولادنا لغايه ما يجي لهم حالات نفسيه ومحلش كويس في الامتحان فيجي له انهيار عصبي، ونشوف حالات انتحار والحاجات اللي احنا بنعملها دي حاجات يعني اوفر جدا جدا جدا. خفوا على اولادكم، خفوا على اولادكم عشان خاطركم انتوا اكتر من خاطرنا. نروح لفاصل ونرجع نكمل حضراتكم.